خبر عاجل، إعلان جزائري فرنسي مشترك بخصوص الصحراء المغربية. إعلان جزائري فرنسي مشترك بخصوص الصحراء المغربية. وفي التفاصيل، فبعد 5 سنوات من الانتظار عقدت الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية يوم 10-11 أكتوبر في الجزائر العاصمة. وفي نهاية أشغال الدورة نشر إعلان مشترك تطرق في إحدى فقراته إلى نزاع الصحراء المغربية، ودعا رئيس الحكومتين الفرنسية والجزائرية إلى تسوية هذا النزاع وفق الشرعية الدولية، وأكد دعمهم لمهمة ستيفان دي ميسورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية وكذلك لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء مينورسو. وتجنب الإعلان المشترك إغضاب المغرب من خلال عدم الإشارة إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي وإنهاء الاستعمار في الإقليم. وللتذكير، لم يتم تطرق إلى النزاع الإقليمي في البيان المشترك الذي نشر يوم 27 غشت في ختام زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للجزائر. نشكركم على حسن المتابعة.